بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في بلاي ليست جديده ومهمه جدا 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 لاي واحد عاوز يتعلم ازاي يعمل بروجكت بشكل احترافي وعاوز ياخد خطوات واقعيه وخطوات عمليه وهو بيتعلم الباك اند ديفلوبمنت. تحديدا يعني البروجكت ده هيبقى معمول بالبي اتش بي والماي اس كيل، هو للبيجنرز مش للادفانسد، لكن بنركز على ان احنا نستخدم التول اللي احنا المفروض تعلمناها في البي اتش بي والماي اس كيل في ان احنا نعمل مشروع حقيقي. جميل جدا، اتعلمت الفانكشنز والفاريبلز وتعلمت ازاي تعمل اتصال مع قاعده البيانات، اتصال مع للماي اس كيل، كل الحاجات دي اتعلمتها. طب ازاي بتنفذها؟ عاوزين نعمل لوجن، عاوزين نعمل ريجستريشن، عاوزين نقاد حاجه في الداتابيس بتاعتنا. طب ازاي الكلام ده بنطبقه؟ البلاي ليست دي ليك، البلاي ليست دي للناس اللي عاوزه تتعلم ازاي تطبق، ازاي تطبق، ازاي توظف اللي هي اتعلمته بالشكل الصحيح بمشروع حقيقي، مشروع تقدر تحطه في السي في بتاعك فعلا وتقدر تقول انا عملت المشروع ده. المشروع عباره عن ايه او احنا هنعمل ايه تحديدا؟ احنا هنعمل ميديكال بروجكت، تطبيق طبي. وخلونا نتكلم بالراحه واحده واحده قبل ما نوريكم الديمو، قبل ما نشوف الديمو بتاع البروجكت، خلينا نشوف ايه هي الفكره بالظبط. مبدئيا طبعا ده ايراسوفت، احنا الشعار بتاعنا ليرن باي براكتس، احنا هنتعلم لكن لازم نطبق، نتعلم كل البيزكس وكل الفاندمنتالز بتاعت اللغه بتاعتنا او بتاع اي حاجه احنا بنتعلمها، لكن لازم نطبق عليها ونبقى فاهمين احنا بنطبق ايه ليه وبنطبقه امتى وايه البيست براكتس لاي حاجه بنعملها. تمام، الفكرة بتاعتنا باختصار، عندنا مشروع طبي او ميديكال بروجكت، عندنا دلوقتي ناس عاوزة تطلب خدمات طبية في البيت عندها. في ابليكيشنز على فكرة موجودة حاليا بتنفذ الخدمة دي، ابليكيشن احنا نعملها كويب ابليكيشن. الفكرة باختصار ان لو واحد قاعد في بيته مثلا محتاج ممرض لوالده او محتاج ممرض يدي حقنه لبنته الصغيره في البيت مثلا، او محتاج مثلا ان حد يجي ياخد عينه منه على لمعمل من المعامل، فاحنا بنقدم الخدمه دي او الابلكيشن بيقدم الخدمه دي، ان احنا عندنا خدمات طبيه وعندنا ناس محتاجه الخدمات دي، وعندنا الاونر اللي بيدير العمليه دي، الادمن اللي بيدير عمليه عنده الناس اللي المفروض بيسجلين عنده كممرضين او كدكاتره مثلا، وعنده وعامل الابلكيشن للناس العاديين ان هو يدخل ويطلب الخدمه بتاعته. يعني هو هيطلب الخدمه والكلام ده يروح على لوحه التحكم، وهو بعد كده هيتواصل مع اللي المفروض مطلوب منه الخدمة أو القسم اللي مطلوب منه الخدمة تحديدا. يعني مثلا عندنا تمريض، عندنا معمل، عندنا أطباء مثلا، كل الحاجات دي هنضيفها. يعني احنا المفروض هنضيف أطباء يبقى عندنا في السيستم، أو خدمات طبية تبقى موجودة عندنا في السيستم، عندنا تمريض مثلا يبقى موجود عندنا في السيستم، عندنا معامل تبقى موجودة عندنا كخدمة بتتقدم. تمام، طيب نشوف الديمو عشان نقدر نفهم اكتر الفكره بتاعتنا. الفكره بتاعتنا انا دلوقتي مثلا بنسجل المدن المفروض احنا شغالين فيها حاليا، مثلا الدقي، المعادي، الجيزه، زهره، مدينه نصر، زهره، المعادي، مثلا قطاميه، وات ايفر المدينه بالظبط، هنحط حاجات ديمو. وبعد كده عندنا السيرفيس تريتمنت، عندنا لاب لو هو معمل مثلا، او ميد كير، وات ايفر الخدمات الطبيه اللي بتتقدم. جميل، المفروض انت بتخش دلوقتي انا عاوز خدمه طبيه، فبتحط الاسم بتاعك والايميل والموبايل والنوتس. النيم والموبايل دول ريكوايرد، لازم تكتبه، ولازم تختار الخدمه اللي انت عاوزها بالظبط، انت عاوز انهي خدمه تحديدا، وانت في انهي مدينه، عشان نقدر عشان المفروض الادمن يوفر لك الاقرب ليك. لو عملنا سند هنلاقي بليز تايب يور نيم اند يور موبايل، فاحنا كده عملنا فاليديشن، احنا عاملين فاليديشن، لازم النيم تكتبه ولازم الموبايل تكتبه. خلونا نكتب دلوقتي، دي صفحه واحده المفروض تظهر لليوزر، الشغل كله عندنا في الادمن بانل، ودي هنخش لها من هنا. طيب ادي هنا تايب يور نيم، هنقول علاء محفوظ، وهنقول الايميل a@a.com، وهنقول الموبايل اي حاجه، وبعد كده هنقول نيو مسج مثلا، حاجه بسيطه، وهنختار مثلا اللاب وهنختار المعادي ونقول سند، فيقول لي ادد سكسس. نروح هنا في الادمن
ادي الادمن عندنا اللوجن، بيروح على طول على اللوجن. لو حابين ندخل على طول على الادمن فما يخشش، لازم يودينا على اللوجن. ازاي هنعمل الكلام ده؟ احنا خدنا السيشن، ازاي نوظفها في اللوجن؟ طيب ادي الايه، وانا حاطط الباسورد ديفولت. اوكي دخل معايا، دي الداشبورد بتاعتي. اول ما نخش هتلاقي بقى ادمن على طول دخل معايا بشكل مباشر. السيرفز انا عندي ثلاث خدمات بنقدمهم، وعندنا السيرفز الموجوده كام مدينه، والاوردرز النهارده كم اوردر، والاول اوردرز عموما كم اوردر اتطلبوا لحد دلوقتي. طيب الاوردرز هنلاقيها هنا، نقول له فيو اول، دي الاوردرز ده مصطفى علي وعلاء محفوظ، الايميل، الموبايل، السيرفيس، هو طالب انه خدمه بالظبط، والسيتي. هنا في ريليشنز، المفروض هو طالب اوردر، الاوردر تبع اللاب وتبع السيتي. فاحنا المفروض في الداتابيز، واحنا بنعمل داتابيز بيبقى في ريليشنز عندنا. لو رحنا هنا لتيبل الاوردرز هنقول هنا، هنعرف ان في عندي هنا اوردر سيرف اي دي واوردر سيتي اي دي، السيرفيس اللي طلبها والسيتي اللي هو تابع ليها. طبعا هنعرف الكلام ده كله واحنا شغالين ان شاء الله، يعني في ريليشنز. في كمان عندنا الاجكس، يعني لو انا عاوز احذف هنا، فخلينا دلوقتي نروح على حاجه ثانيه نضيفها جديده، مثلا السيرفيسز دي عندنا هنا السيرفيسز، نضيف سيرفيس جديده، نقول مثلا نيو سيرفيس ونقول له سيف، تمام. وبعد كده نروح على فيو اول ونقول له نيو سيرفيس، دي عاوزين نعمل لها update new service 2، اللي update success، نرجع تاني للسيرفيس بتاعتنا هيقول لي new service 2. جميل. طيب عاوزين نحذفها، بنحذفها باستخدام الاجاكس. خلاص كده لو عملنا احنا ريلود تاني هنلاقيها مش موجوده. طيب عاوزين نروح للموقع بتاعنا فيو ويب سايت، اوكي زي الفل، تمام 10 10. وبعد كده لو عاوزين نعمل لوج اوت هنا الادمنز مثلا، ان احنا نضيف ادمن جديد او نحذف ادمن او نشوف الادمنز بتوعنا. طبعا اللي دخل ده ادمن عادي، فبالتالي من الاكشن بتاعه مش هيظهر، لكن لو هو السوبر ادمن هيقدر يحذف الادمنز التانيين او يعدل عليهم. طيب جميل جدا. السيتز زي ما قلنا عندنا السيرفيسز بتاعتنا، عندنا الاوردرز، عندنا الادمنز والتحكم فيهم، عندنا الفيو سايت، واخر حاجه عندنا اللوج اوت، او لو دوسنا هنا طبعا نروح للهوم، وادي اللوج اوت يودينا على اللوجين بتاعه الادمن بتاعتنا. دي الداتابيس بتاعتنا وده الاستراكشر بتاعها، عندنا الادمنز والسيتس والاوردرز والسيرفيسز. ان شاء الله البلاي ليست كويسه جدا ومفيده لاي حد حابب يتعلم كويس ويتعلم صح ويطبق على البي اتش بي والماي اس كيو ال بشكل عملي وبشكل حقيقي بدون اي مشاكل، وياخد خطوه حقيقيه في تراك الباك اند development back end web development. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الداتابيز ونعمل الاستراكشر بتاعها from scratch، من البدايه خالص من الصفر، يعني تيجي ابيض خالص وهتقدر تتعلم، وهناخد خطوات حقيقيه في انك تعمل موقع او ابلكيشن بشكل صحيح وابلكيشن كامل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.